في ملكوت المحبة ليس على الأجساد دوما أن تلتقي، بل في القلوب ما يستحق أن تلتقي الأرواح لأجله وتتناغم في ظل الأفق كسوناتة حب. مناجاة لكل تلك الأرواح والسيمفونيات المعلقة، نلتقي هذا المساء على شعلة المحبة البيضاء. هنا راديو رميم يحييكم من مدينة بوردو الفرنسية في البرنامج الإذاعي الثقافي الأسبوعي غدائر الروح. أنا مش سودا بس الليل سودني بجناحه، مرقوا الخيال يا الخيل تركوني وراحوا، ندهت اللون راحوا لو وقفوا لارتاحوا، معهن حبيبي مسمعني بعد وبعد الخيل، غبلك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل. ليس هنالك من عاشق ما مر بها، ليس هنالك من شاعر أو مثقف أو حالم لم يجد نفسه يوما متعبا هاربا من صخب أيامه إلى أوتار دروبها الذهبية. ليس هنالك من مستشرق أو كاتب يذكر اسم لبنان وما حوله من ربا إلا وخصها بمادة للدراسة لوحدها لأنها فريدة. ليس هنالك من مشتاق أو مغترب ولا من عازف أو موسيقار تشتهي آذانه اللحن العربي إلا ومر من هنالك حالما بجانبها، مر بجانب القمر ليجدها متربعة على عرشه وحيدة ككاهنة الأحزان. هي وسط ديجور الليل النجمة البشرية الوحيدة التي تحادثه في سرى وصمت. نهاد ودي حديد فيروز غديرة الروح لهذا المساء. فيروز قطعة حجر كريم تزين الثقافة العربية ويمامة بيضاء على قيد الحياة والفرح، لا تفي حقها النوبل أو أوسكار لما كرسته من أيام شبابها لتكوين هوية موسيقية عذبة لا مثيل لها. هي ورفيق دربها عاصي الرحباني، حنجرة من ماس تغني لأيلول الذي اصفرت أوراقه محتضرا في آخر أماس الشمال الحزينة. وحدها بتبقى كزهرة البيلسان التي تحوم حولها عصفورة الشجن، تحبها بالصيف وتحبها بالشتاء حين يقطفها حبيب لحبيبته في ثنايا القصة الغريبة، ويفارقها حين يطلع البكي لها من خلف نوافذ الوحدة وتهواه دون أمل بقلب لا يتعب نفسه، قلب يملأه حب بعلبك في أسطورة عشق ابتدأت تحت مطر الشتاء ولم تنتهي، مارة بشط اسكندرية مرهقة من سهر الليالي، أحبت لبنان وأحبها وآمنت به قائلة بيتي هو بيتك لا تهملني لا تنساني. قبل عامين من الآن فاجأت محبيها عبر هذا العالم الشاسع بإحيائها لحفل مفاجئ على غير العادة،
رددت فيه تراتيل العشق والحب والوطن، وغردت فيه عن الدين والإنسان والسلام. لا أدري ما كانت مشكلتي حينها، حيث أنني ترددت آلاف المرات قبل الحجز، ثم حجزت، ثم قمت بإلغاء الحجز من جديد. كان القرار يومها صعبا للغاية، لكن هل من فنان يا ترى في أيامنا هذه يكن له سامعه حبا واحتراما بهذا القدر؟ أم هي فيروز سيدة الاستثناءات، بلبلة الحناجر الباقية من الزمن الجميل، القابعة بأعظم بيوت راس بيروت التي تمتلك لنفسها وتفرض علينا هذه الرهبة وهذه العظمة؟ ثم عادت شهر أيلول سبتمبر الفارط لتفاجئنا بإخراجها لألبوم جديد من توقيع ابنتها المبدعة ريما الرحباني بعنوان لمين. ليس من السهل أبدا على من أدرك يقين بوهيميات هذه اللؤلؤة أن يجلس أمامها وجها لوجه، وأن يسمع صوتها قادما من مضائق الحبال الصوتية لا من استوديو التسجيل، وكأنها تمثال نطق وفاجأ الجميع من خلف زجاج متحف عتيق. هي كوكب الشرق الذي أعيد إلى الحياة الفنية من جديد، مزيج من رنة عود ودندنة كمنجة، غسق من ليالي الأنس في طرابلس يضيف على خصوصيتها رونقا حين ترى طيف بيروت يمر على خيالك كلما سمعتها، بجمال عشتار كحسناء في حضرة الإله أبولو تعيدك إلى جو المسرح الرحباني وأحجار جبيل وسور وبحر صيدا، تشعرك بروح أورشليم والقديسة رفقة ودير مار شربل ورواه بحملايا. كل عبارة من مخارجها هي شبر من أرض فينيقية تكتب وتطبع وتقرأ وتعزف. عدت لنا يا فيروز من بعد غياب، وكم نحن متعطشون لفن راق أصبح مندثرا في زمن ول جماله وذوقه. سوف تبقينا رغم غيابك الحاضر وعزلتك المختارة عنوانا يقصده العاشقون جيلا بعد جيل، يعتقد كل من يتذوق جمال الناي ويغني بجانب الرافد الذي تمر به نسمات الهوى قادمة من مفرق الوادي. ستقصدك الألباب والخواطر الأرستقراطي فنها النادرة ندرة الحب وندرة صوتك في هذا العالم. لفيروز غديرة الروح لهذا المساء من قلبي سلام. لجمال الروح لغة، أبسط مفرداتها الابتسامة، ولروائع البوح عنوان، وجوه ومحطات سنظل نرويها لا يمكن لشموس الفنون عنها أن تغرب. هذه راديو رميم تحييكم من مدينة بوردو الفرنسية بسر ليلها المبتهش ومطر سمائها الرمادية. هدى درويش تحييكم صوتا وسهام فاضل في الإخراج. إلى لقاء قريب في ذات الموعد والساعة، قولوا لكل الغدائر الليل عراب الفرح.